انا في عيونك شايفينك تعالوا نخباروا بالغابة فينو يعني؟ عرفنا ملحق واقف. ايه شو هادي؟ شو؟ لك ما تصمتوا هي العلقانة على الشجرفة؟ ايه وحشات من كل ذكر هي فقنا عدل وينا؟ شو؟ تعال تعال ننزل خبر ابو نادر تعال يلا غير نادر هذا الخبرية كيف مالك؟ قلتوا لي التراكتور كان صافف على جناب. نعم سيدي على جناب. وفردة الصباط معلقة على الشجرة. نعم سيدي على الشجرة. آه هذا الكلام يدل على انه عادل غادر التراكتور عنوتان. ليش بقى؟ ليش؟ اي لانه ما معقولة يشلح فردة صباطه اذا بده يغادر التراكتور، هي اولا. ثانيا سيدي. اي ما معقولة فردة الصباط تفلت من اجره لحالها وتتعلق على الشجرة بدون ما يحس، لانه الارض كلها شوك، فاذا دعس بده يغز الشوك وبده يحس. مظبوط سيدي. فالاحتمال الوحيد انه قتل وتم اخفاء الجثة. ما شاء الله يا سيدي. الله يحميك سيدي. ما شاء الله عليك على الذكاء. فاتصل القضية بلمح البصر. ابن السلك واضح ابن السلك. اترك لي كل شيء من ايدك هلا ما وقت علي بيت خلينا نمشي يلا. خير ابو نادر سيدي. بدنا نروح من وين موقع الجريمه. جريمه شو سيدي؟ عادل اختفى واغلب الظن انقتل. بدنا نحقق. هاشتك بقى ولا ابو نادر؟ هلا مين بده يقتلوا العادل؟ ما حدا بيقتلوه. عم اقول لك التراكتور لقهنا بالبريه وفرده صباطه مشلوحة من اجره عنوتان، يعني حدا جاره. هو علينا، هلا حبكت مع عادل ينقتل. سيدي طالما ارتحم ما راح تدب فروح ان رحنا على موقع الجريمه قبل الاكل ولا بعده. بضرب منيحه تتحرك ورايمنا وتفي تحت البيضات عشان ما يحترقوك. حاضر سيدي. شغل لي هالميتور تنمشي يلا. والله الميتور ما شغال يا ابو نادر يا سيدي. على السريع بتروح لعند عادل بتخليه يجيب التراكتور لياخذني. عادل القتيل ما غيره. معناها بتروح راجلا وبترجع بتخبرني شو شفت. انا المشي ما بيوطيني مشان الربط يصير. بسم الله على الله. حسيون وين الخبز؟ انا بعرف مين اللي قتله ما في غيره. مين يا حجرك؟ اه اش بعرفني انا. سلنجو. ليش سليم شو في بينه وبين عادل حتى يقتلو؟ اه ولا بس بدك تتبلى قته؟ صحيح عادل في السود بس هو عنده ناموس وبيعرف الاصول وما بيحب الفاينه، وكل ما شاف هذا الواطي سلنجو عم يعمل شغله عاطله عم يروح يفسد على هنا.